انا عايز بس اشيل بكولر شويه يا كابتن، معلش. كولر استفاد من فتره كاس العالم للانديه، واستفاد بشكل كبير جدا من هزيمه صن داونز. الراجل ده لازم يعني لازم يتوجه له التحيه بشكل كبير جدا. ده اكيد، لان كان في كاس العالم للانديه كابتن كان بيلعب فاتح الجيم بشكل كبير جدا، كان بيهاجم ريال مدريد، بيهاجم فلامينجو، حتى هو مطرود منه واحد كان رايح ويهاجم ومش مش مش خايف الموقف ولا راهب الموقف. حتى في مباراه صن داونز بيلعب صن داونز هناك وفاتح الامور بشكل كويس. لا، بعد الهزيمه من مباراه القطن تحول كبير جدا. النادي الاهلي من بعد مباراه القطن لحد دلوقتي 3 اهداف بس، منهم 3 في نهائيات، يعني طبيعي جدا. مباراه بيراميدز في الكاس، مباراه الوداد ذهاب، فطبيعي جدا. فالراجل استفاد بشكل كبير جدا من فتره الوداد، من فتره صن داونز وفتره كاس العالم للانديه، استفاد بشكل كبير جدا. فتحيه ليه ان ما كبرش. هي بيتكلم في نقطه، الاجانب اللي في دماغه انا هنفذه. بياخد وقت بقى معايا زي ما ياخد. انا هي دي، ده اللي انا اللي حافظه، وده اللي انا هقوله، وده اللي هنعمله. ففكره المرونه بتاعت كولر، وفكره ان انا زي ما قلت لحضرتك لما كنت معاك المره اللي فاتت، فكره ان انا هخش ملاكمه وهضرب اي حد وهشتغل ههاجمه بس، وبعد كده طب ماشي. انا عايزين نتكلم برضو يعني بشكل مستفيض عن كولر، وهو اشتغل ازاي على اداء اللعيبه جوه الملعب بشكل عام،